السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو. أقدم لكم هذا الفيديو. شوف هاد الناس كي كيخدموا، يجيبوا غير لافيراي المواطر القدام، دوك لافيراي اللي عندهم كيجمعوها كاملة وكيعاودي يهرسوها ويعاودي يذوبوها ويصوبوا بها حوايج اخرين جداد. الله يعطيهم الصحة. شوف هاد الناس كي داير، ما كاين لك غير المصيطة اخويا، ما كاين لك غير دقدق، ما كاين لك غير هرسه. تشوف كي كيرجعوا الكلاس، كي كيرجعوا الجروب هذا، شوف كي كيهرسوا الجروب، ما كاين لك غير ضربه هرس. كيهرسوا كلشي حتى كيولي حديد صغير، طريفات صغارين، وكيجمعوهم باش كي يعاودي يديهم الفران ويطيبوهم ويعاودي يذوبوه ويعاودي صوبوا حوايج جداد. كما كتشوفوا هاد الناس الله يعطيهم الصحة. شوف شوف، يعني راه يعني من والو كيصنعوا كل شيء. يعني هاد لافيراي راه هذا كيجمعوا لافيراي. شوف كي كيديروا الجروب، كي كيشتسوها يولي طريفات صغارين. الله يعطيهم الصحة وصافي. هاد الباكستاني الله يعطيهم الصحة، يعني كتلقى راجل كبير صغير كلشي خدام عندهم، ما كاينش شي واحد اللي ما خدامش. هاد الشفا والبساطة من الفوق، البساطة كاين لا آلات لا والو، الناس خدامين من والو. يعني شوف شوف، سبحان الله، الخدمة متقونها، ورا كيشارجيو هادشي كيديوه للفران. يمكن انت شوف كي كي هاديك السكاكة تطلع داكشي لفوق. هذا كيخوي هذا باش كيدي هذا، هو اللي كيخوي يلوحو في الفران. شتي داك البرما قداش، داك البرما هي فين كيدوبو داك الحديد كامل حتى كيولي سائل. شوف شوف هذاك البرما قداش، هذاك كيعمرها بداك الحديد، داك الطريف هاد الحديد، هذا الفخر، هذا الفحم، هذا الناس الله يعطيهم الصحة وصافي. يعني ذاك الفحم كيخوه النيت معاه، واش الفحم الحجري هذا يمكن وقيله. هو شوف شتي، شوف غادي يرجع كلشي معاه. هذا دابا هاد الرملة كيجيبوها وكيخلطوها في واحد العجانة، وكيزيدو لها الزيت المحروقة باش كتولي رطبة. انت كيعجنوها بالزيت المحروق. حتى داك الاخر دايرين ليها البو باش كدور كلشي، يعني داكشي صانعينه غير هما النيت. انت الزيت المحروق كيزيدوها داك الرملة باش كتولي رطبة. انت كتخرج بحال سلو. لا بحال سلو نيشان. يعني البساطة والعلم والقراية تماك. شوف شوف، سبحان الله، شوف هاد الناس كيصنعوا بيا الديسك الفران. هذا الديسك الفران، شوف 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 كيفاش غادي يصوب. الله يعطيهم الصحة وصافي. شوف 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 كي هذا الشيء كيبريسي، وكتبقى داك الشيء مصور تماك باش ملي كيجيو يصوبوا كيصوبوا نفس العبار غادي يصوبوا. يعني هذاك الشيء كيبريصيوه وكدوه مزيان، وكيحيدو الديسك الاصلي، وكيعمرو بداك داك السائل اللي صوبه، داك الطروف ديال الحديد اللي ذوبوه هما، باش كيعمرو داك من تما كيخويو داك السائل. دابا غيقلبو دابا وحيد الاصلي. دابا غادي يزيد يبريسي النص التاني باش يحيد داك الاصلي ديالو.
الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة. الله يعطيهم الصحة صح. دابا غادي يحيدوا الأصلي دابا. ها الأصلي محيد، دابا غادي يقلبوا هذاك على هذاك. شتيه كل واحد وصاحبه. دابا كيضربوا بالشاليمو باش كيتقصع شوية داك الرملة اللي دايرين، باش ملي كيخوي ما كي تخسرش داكشي. شوف الناس ها، يعني العلم من والو. شوف شوف هاد الرجلات الشيباني هذا. اما كاين لا لي قالت لا والو كلشي. الله يعطيهم الصحة صح. انت كلشي كيتصوب عند هاد الناس. دابا كيدخلو داكشي للفران باش كينشف مزيان. هذا الفران راه شعلولو العافية باش داكشي غادي ينشف مزيان. كل شيء تقليدي، ما كاين شي حاجة متطورة عند الناس. كل شيء من تقليدي كيتصوب. كل شيء تقليدي، فران تقليدي، كل شيء تقليدي. هو غادي يفتح داك الفران نشوف واش مزيان. هو صافي يعني داك الشيء صوبو. الناس الله يعطيهم الصحة صف الله إلى الله يعطيهم الصحة. الخدمة بالفن الشفر، الخدمة بالفن ما فيهاش شكل. الخدمة بالفن، الخدمة بالفن. الاتقان هما دابا غادي يذوبوا داك الحديد، هما كيامروا في داك الصوله غادي يديو دابا يخويو. يعني غادي يديو داك الشيء يخويو في داك البلاصه ديالو. يعني غادي يديو داك الشيء يخويو في داك الصوله ديالو. هما دا يخويو، انت كيخويو دابا باش كيتشكل داك. ما شوف شوف انت الاتقان صح. الاتقان، الاتقان يعني داكشي الاتقان. شوف شوف بالعافية كيطلع داكشي. شوف شوف الشاري مو تحت. شوف شوف الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة. الناس كيخدمو النيت بمعنى الكلمة، الخدمة والاتقان. وغيب الصندالة، لا ليقات لا صندال لا صباط إلا الصندالة لا غير. الناس ملي كيخدمو راه كيخدمو. شوف 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 الإتقان أبدا، الإتقان لا ليقات لا والو. ولكن دابا الولف دابا راه كيحيدو صافي، راه داكشي تصاوب. الإتقان نيت في معنى الكلمة. الناس كيخدموا، الناس خدامين بدون. أو دابا غادي يحيدو ليهم داك الشوائب، يحكوهم باش يولي صالح. شوف شوف الإتقان نيت في معنى الكلمة.
هفضل كيرجعوا الديسك حتى كيولي جديد. وهاد الديسك دابا راه كيتصنع جوج مرات، يعني داك الوسطاني ديالو كيتصنع، كيصنعوه مرة وعاد كي يجمعوهم عاوتاني. راه ما كيتصنعش في دقة واحدة، حيت في ديك البلاصة ديال ديك التقابي ديال التهوية، يعني ما يمكنش يصوبوه في دقة واحدة، هما كيصوبوه جوج مرات، يعني كيتصوب داك الدخلاني هو الأول، عاد كيصوبو داك البراني. شوف دابا هو ولا جديد دوبل في. هو غادي يحيد الشاشة دابا، راه يقلبو دابا يتصوب من جهة أخرى. شوف دابا كيصوبو باش كيولي كيلمع. انت شوف تبارك الله على هاد الناس، الله يعطيهم الصحة. من لا شيء شيء يصنع، من لا شيء شيء. هاد الناس كلشي كيصنعوهم، كاين لا شيء يسري دير الدوموند يجي كسير عند هادو يصوبو لك كلشي، كيصوبو المواطر اللي بغيتي كيصوبوها هاد الناس. اه ما دابا هادو صافي تيقادو مزيان. هو دابا كيديرو داك العبار ديال ديك التقابي ديال الروايض، البولونات ديال الكوجونات. الكوجون هما دابا كيوسعو دوك التقابي اللي داير بينات باش شد العبار. على الخدمة كل واحد كيدير الدور ديالو، هانتش كل واحد كيدير الدور ديالو، الناس خدامين بمعنى الكلمة. الله يعطيهم الصحة، صح الله يعطيهم الصحة. هذا فين الدهاء ثاني اللي عند هذا بشير؟ هذا اش كيدير ليهم؟ هذا كيسبغهم؟ هذا السباغة، هذا كيدير ليهم السباغة. الله يعطيهم الصحة، صح هذا كيسبغهم غير من الداخل، هذاك الداخل وذاك الله يعطيهم الصحة. من لافيرا يصنعوا الجديد، من لافيرا يصنعوا الجديد. يلا شوف الناس، شوف تبارك الله عليهم. هذا دابا كيلمعو عاوتاني، كيديرو التلميع في الا كاين شي شوائب كيصوبوها. الجديد بمعنى الكلمة اتقان، الاتقان والعمل. الاتقان والعمل لا تس حشاد هادشي بيناش كيصوبها. الاتقان ما كيحطش حتى كيتقنها. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، وكنتمنى تشجعونا. وإلا عجبكم هذا الفيديو باش نبقى ندير لكم لي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. وشكرا جزيلا، رغم تقنية ضعيفة لكن المحتوى جميل. كنشكركم بزاف، جزيل الشكر، تحياتي لكم جميعا، وأبشركم بروكا.
تبارك الله عليكم. دابا جات المرحلة ديال الميكا، ديرو في الميكا